إذن الصحافة الورقية مستمرة ولكن تواجهها عدة مصاعب. إيه أهمها؟ أهمها ارتفاع أسعار المواد الخام، الأحبار والورق ومواد الطباعة، فرض جمارك باهظة على هذه المستلزمات. اتنين، انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه. إحنا الجرنان من كل الجرايد رفعت سعرها، كان دولار بخمسة جنيه ونص بقى بسبعة جنيه. الفرق ده بيتحمله المؤسسات، تتحمله المؤسسات. يعني هو النهارده لما بيجيب بيحاسب على الدولار، الدولار الاستيراد بحوالي 16 جنيه تقريبا عشان يجيب ويجي ومش كل القصص دي. فكل ده مين بيتحمله؟ القرض. ده بيؤثر في حركه البيع والشراء وحركه الطباعه. يعني انا لو بطبع النهارده 300,000، لا هطبع 200,000 علشان احاول اخفض من الخسائر. طيب هذا مرتبط ايضا بالاقتصاد، حركه دوران راس المال في السوق قليله اليومين دول جدا، مفيش استثمارات، مفيش شغل، مفيش. فاصبح النهارده المعلن لما يجي اللي هو بيعوضني في اسعار الطباعه وفي اسعار وفي المساواه والى اخره، كل المكونات اللي بتنتج الصحيفه الورقيه، هنكتشف ان هو لو بدل ما بيعمل بادجت مليون جنيه لا يعمل 300,000 جنيه. فانا النهارده بتاثر بتاثر الاقتصاد بشكل عام، عشرات الاسباب التي تؤدي الى التاثر ولكنها لن تنتهي في ظل كل المعطيات اللي انا. طيب الاستمراريه ودي هي يعني هيشرحها اكيد بالتفصيل الاستاذ عبد الله. الصحف في اوروبا وامريكا حاليا بدات تغلق الورق وتتجه الى الالكتروني، بس الالكتروني عشان هم يعني كل حاجه ما فيش امه، ما فيش كل ده. بنوصل لنقطة مهمة جدا، ان دلوقتي وده اللي الكل بيفكر فيه، ان الالكتروني يكمل الورقي، يكمله ماليا. اوكي انا النهاردة اخد عندي خدمة الاس ام اس، عندي مليون مشترك، المشترك ب 10 جنيه في الشهر بياخد خمس رسائل في اليوم، يبقى انا 10 في مليون ب 10 مليون. شركة الاتصالات الخدمة بتاخد 40%، يعني ياخد 4 مليون وانا يتبقى عندي 6 مليون، اطلع منهم مصاريف مثلا 2 مليون فيتبقى 4 مليون او 5 مليون اكمل بيهم الجانب الورقي، لان دي خدمة مش ممكن تنتهي في هذا الوقت.